الجمهور كيما ما كانش عارف كان مقاطع والجائحه ديال كورونا عطانا حسينا بواحد الاضافه اللي ما كناش كنحسوا بها فاش كنا كنلعبوا بالجمهور. حسينا بواحد الاضافه وكنشكر الزملاء ديال على المجهود اللي داروا والمكتب المسير اللي كيقوم بواحد المجهود كبير وديما وداد باش يعيش الوداد. هذا الشيء اللي كاين حمزه الغمير النادي الرياضي النادي الرجاء الرياضي لكرة السلة. بالنسبة للقابلة اليوم كيف شفتوا أغلب فترات ديالها بالرغم من أن الفارق كان شي شوية متسع كيما متسع ولكن ما بانش شي فرق كبير. التحاق ديال المدرب السي حميد السعيدي التحق بنا مؤخرا بان أنه كان كيحتاج وقت أكثر من هذا الشيء اللي خدم به. بالنسبه للهزيمه ديالنا حتى الفارق ماشي هو كيبان كبير ولكن الطريقه باش جرينا الماتش ما دخلناش في دو كارتون الاولين. غنرجع نقول على ان التحاق المدرب بالفارق معطل اثر على المجموعه ولكن كاين بوادر ان شاء الله مستقبلا على اننا غنحاولوا نعوضوا هذه الهزيمه مستقبلا تحقيق انتصارات في ما تبقى من شهور اللي كاين. شنو واش كطالبوا جماهير الرجاء في المقابله في قوليكم في انا شخصيا غنعذرهم. انا كنعرف الرجاء الجمهور ديال الرجاوي ما كيتخلاش على الفريق ديالو. كنا اليوم كنحسوا على اننا ناقصنا شي حاجه حاولنا على ان في الغياب ديال الجمهور على اننا نقدموا واحد اللقاء اولا نحققوا الانتصار ونهديوه لهم ولكن ما توفقناش ان شاء الله مستقبلا. وقبل دعوه للجمهور الرجاوي التفاف حول فريق كره السله. راه فريق الاغلبيه ديالو شباب وعنده مستقبل ان شاء الله واعتذر للجمهور الرجاوي عن مثلا الهزيمه ان شاء الله مستقبلا نحاول نعوضوا الهزيمه. الماتش ديال الديربي كيف كتعرفوا كيدوز واحد الماتش مغير يعني كيتوجد ليه واحد السلالات سبيسيال كيف كنقولوا. الحمد لله داز في اجواء مزيانه ما كاين لا صداع لا والو الحمد لله اللعب مزيان راه ربح. وبالنسبه لجماهير الرجاء يصبروا على هذه الفرقه راه هي جايه ان شاء الله راه بزاف الحوايج كاينين من ناحيه السيوله الماديه وبزاف الحوايج ان شاء الله من هنا لقدام غادي يتقادوا وكنطلبوهم باش يجيو يشجعوا هذا الفريق ان شاء الله من هنا لقدام. واش نقول لك انا بالنسبه لي كلاعب ما عندي حتى علاقه بالمشاكل الاداريه حيت ما كنسيقش لها الاخبار. انا كنعرف ندير خدمتي في التيران وكل واحد كنخليه في البوست ديالو وكل واحد عند كل مسؤول عليه مسؤول. يعني انا ما عندي حتى علاقه بشنو واقع وسط المكتب. يعني شي حاجه كلاعب راني كندير الواجب ديالي وكنتمنوا من هنا لقدام ان شاء الله يكون خير. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.